احتلت دولة الكويت المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية الأكثر أمناً، وذلك طبقاً لما أعلنه مؤشر السلام العالمي. ويقوم المؤشر بتصنيف دول العالم بالأخذ في الاعتبار ثلاثة معايير رئيسية، هي مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوى العسكرية. بعد أن بات الأمن هاجساً عالمياً تجتهد دول العالم لتحقيقه على أراضيها، تأتي دولة الكويت في المركز الثاني في قائمة الدول العربية الأكثر أمناً. فالكويت دولة التسامح وتتميز بكفاءة الأجهزة الأمنية فيها. وما هذا الترتيب بنظر المراقبين للأوضاع الأمنية في المنطقة إلا محصلة للجهود التي تبذلها الدولة بشراكة وطنية مع المواطن في الكشف عن الجريمة والقبض على المجرم. التسامح، تعاون المواطنين، كفاءة أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، تعاون الوزارات الأخرى، طبيعة الجريمة المرتكبة، عدد الجرائم التي تسجل ضد مجهول، عدد الجرائم التي تم الكشف عنها، كل هذه جعلت الكويت الحقيقة، بالإضافة إلى الكثافة السكانية، عدد السكان الكبير، بالإضافة إلى عوامل أخرى، وجود ثقافات عديدة، خلل في التركيبة السكانية، هذه كلها أمور تجعل الأمن يكون غير متوازن. استطاعت الحكومة الكويتية، الشعب الكويتي، الدولة الكويتية أن ترتفع بالأمن إلى الثاني عربيا، وهذا شيء يسجل لهم، ونأمل أن تكون الكويت وقيادتها وشعبها بكل خير. مسؤولون أمنيون يؤكدون أن المعدل العام للجريمة في الكويت هذا العام انخفض إلى 30%، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي تقوم بها القوى الأمنية لضبط الأمن على مساحة الوطن، عوامل لعبت دورا أساسيا في حصول الكويت على هذا التصنيف المتقدم. الحملات والضبطيات اللي قاعد تنتج من وراء هذه الحملات التفتيشية من ممنوعين ومن مطلوبين ومن أيضا قد يكون عليهم أحكام وغيرهم من الجوانب اللي يكون أساسا إطارهم القانوني في البلاد غير سليم أو غير صحيح، هذه تلقي بظلالها على السياسة العامة لوزارة الداخلية بأن نحد من معدلات الجرائم من خلال الإجراءات الاستباقية الاحترازية أو الوقائية اللي قاعد تكون فيها وزارة الداخلية في هذا الاتجاه، ماضين في هذا الاتجاه وماضين في هذا الإنجاز. مرتبة تضع دولة الكويت في الواجهة بين الدول العربية والعالم، وتحمل القوى الأمنية مسؤولية أكبر للحفاظ على هذا التصنيف من خلال توفير أقصى درجات الحماية الأمنية على مختلف الأصعدة والمستويات. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.